هنا في هذه الساحة أمام أبواب الكونغرس الأمريكي قبل 3 سنوات، تجمهر أنصار رئيس البلاد آنذاك دونالد ترامب اعتراضاً على نتائج الانتخابات الرئاسية، واقتحموا المبنى لمنع المشرعين الأمريكيين من التصديق على نتائج الاقتراع وإعلان فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن. ترك الحدث علامة سوداء في تاريخ الديمقراطية الأمريكية على مدى 230 عاماً، إذ توفي 5 أشخاص بينهم شرطي وأصيب المئات، وأطلقت وزارة العدل أكبر حملة تحقيقات في تاريخها أفضت للقبض على نحو 1240 شخصاً على مدار أشهر عدة بعد الاقتحام، وحكم على 450 منهم بالسجن حتى الآن، فيما سلطت الحادثة الضوء على جماعات يمينية متطرفة قادت الاقتحام مثل جماعة براود بويز، والتي حكم على زعيمها ب 22 عاماً، علاوة على جماعة أخرى تدعى حراس القسم. وأصبح ترامب أول رئيس سابق في التاريخ الأمريكي يواجه تهماً جنائية، ففي أغسطس من العام الماضي وجه المدعي الخاص في العاصمة واشنطن جاك سميث لائحة اتهام ضد ترامب تتضمن التآمر والاحتيال على الشعب الأمريكي، كما وجهت له لائحة اتهام في ولاية جورجيا عن محاولته تغيير نتائج الانتخابات. إن التصويت لدونالد ترامب في الانتخابات هو تصويت لتأمين حدودنا الجنوبية، وإنه تصويت لوقف غزو ملايين الأشخاص من مناطق مجهولة. نحن لا نعرف حتى من أين يتوافدون على حدودنا، إنهم يأتون من مناطق غير معروفة. التصويت لي لإنقاذ اقتصادنا هو تصويت لاستعادة ديمقراطيتنا من المحتل جو بايدن وطبقة المجرمين السياسيين بأكملها في عاصمة أمتنا. إنهم مجرمون، ما يفعلونه بالناخبين وما يفعلونه بتحريض النظام ضدي أمر لا يصدق. وتمثل حادثة اقتحام الكونغرس نقطة ارتكاز لحملة الرئيس بايدن الانتخابية هذا العام، حيث تبرز الحملة خطورة عودة ترامب للبيت الأبيض على الديمقراطية في أمريكا. لقد حرض الحشد على التوجه للكونغرس، وكان الأمر مثل فتح أبواب الجحيم، ووعد أنه سيكون جنبا إلى جنب معهم، ثم كالعادة ترك العمل القذر للآخرين وانسحب إلى البيت الأبيض. وهوجمت أمريكا من الداخل، شاهد دونالد ترامب ما حدث على شاشة التلفزيون من المكتب البيضاوي. شهدت الأمة بأكملها رعب ما حدث. العالم كله لم يصدق ما يشاهده، وترامب لم يفعل شيئا لردعهم. ويرى كثيرون أن حادثة اقتحام الكونغرس رسخت الانقسام في المجتمع الأمريكي، فالديمقراطيون يرون أنها كسرت التقاليد الأمريكية الراسخة بالانتقال السلمي للسلطة، بينما يرى الجمهوريون أنها اعتراض مبرر على تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2020 على حد وصفهم. كريم يسري، المشهد، واشنطن.